حنا هنا اليوم بصدد تقديم واحد المساعدة أو دعم من أطباء الأسنان بالإقليم للمستشفى الإقليمي بخريبكا من أجل تخفيف الضغط على المستشفيات في إطار هذه محاربة تفشي كوفيد 19. وهذه الإعانات هي عبارة عن قفازات طبية، عن كمامات طبية، عن بزاف ديال المعدات اللي تحتاجها الأطباء لوقف هذا النزيف. ونتمنوا من المواطنين عامة والساكنة ديال خريبكا بالخصوص لأنهم يلتزموا بالتوصيات اللي عطات وزارة الصحة ووزارة الداخلية، ويلتزموا البيوت ديالهم إن شاء الله باش يحد الله هذا الباس ونخرجوا كاملين سالمين. جينا احنا واحد المجموعة ديال الإخوان باش نقدموا واحد المساعدة بسيطة ولكن تنظن بأنها غتكون عندها الوزن ديالها في التخفيف على الضغط ديال اللي كاين اللي تشهدوا مستشفى الحسن الثاني، عبارة عن دي غون دي ماسك دي كازاك دي شارلوت وواحد المجموعة ديال الأدوية. نتمنى الله بأن هذه المساعدة البسيطة تكون فعالة شيئا ما، وهذا الشيء اللي قدرنا عليه رحنا درناه والله يثبت العمل. شكرا جزيلا. الإخوان ديالنا من أطباء الأسنان نقوم بواحد المبادرة منها تبرعوا المستشفى الحسن الثاني بعد مواد التعقيم وقفازات وجميع ما يحتاجه المستشفى من مواد الحفاظ على الصحة ديالهم وعلى صحة النزلاء. وكانت منه إن شاء الله هذا الوباء هذا نتخطاه إن شاء الله وبأقل الأضرار، وتعاونوا معنا الناس وإن شاء الله شان نقول لكم الله يجيب العاقبة على خير وصحة.